متعودين على كده. لكن برضو خلينا نتكلم ان مروان يعني كان بيمر، طبعا كلنا عارفين كان بيمر بازمه نفسيه كبيره جدا، لكن زي ما انا قلت يمكن قبلها بيومين انا كان ليا تليفون مع مروان واتكلمت معاه وقال لي بالظبط نفس الكلام اللي قاله بعد المباراه، وده شيء يحسب لمروان. حتى رد فعل بعد المباراه انا بحترمه جدا جدا، وخلي بالكم في ناس كتير جدا يعني حتى من المنافسين احترمت مروان جدا بعد اللقاء اللي بعد المباراه، واتكلم بكل ادب وبكل احترام، لان كان ممكن جدا اي رد فعل طبيعي ممكن للعيب تاني يطلع ويتكلم الناس كانت بتهاجمني وانا هوت وانا موجود يعني الحاجات اللي ممكن نشوفها في لعبه الكوره. لكن مروان على زي ما انتم شفتوا كده بعد المباراه بيتكلم بهدوء جدا، دي طبيعه مروان، وده اللي قاله لي ان هو ممكن يكون بيزعل شويه من بعض الانتقادات اللي خارج الاطار، لكن في نفس الوقت مركز جدا مع فرقه النادي الاهلي، وده اللي قاله امبارح، ومركز جدا على بطوله الدوري وبطوله افريقيا. فعايز اقول لي كمان مروان هو خلينا نقول اسكت ناس، لكن كمان في دور كبير كمان لازم مروان، يعني دي اعتقد البدايه. أيوة. ودايما بنقول ان البدايه بتبقى مهمه جدا، لكن استمرار ان شاء الله ارتفاع مستوى مروان، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه باحراز بالذات بعد احراز الهدف ده اهداف كتيره. ده هياكد يعني هياكد ان فعلا مروان لعيب كويس، ومر زي اي لعيب في الدنيا مر بازمه ما بيحرز اهداف، لكن هو على المستوى الشخصي يعني محترم جدا، وعلى المستوى وشفنا امبارح جون صعب في وقت صعب جدا، فده كمان دليل ان مروان ان شاء الله جاي قادر جاي وجاي صح ان شاء الله صحيح. باذن الله. كمان كابتن هاني يمكن جمهور الاهلي عليه دور كبير الفتره اللي جايه، زي ما قلنا عندنا مباريات في الدوري صعبه، وعندنا يعني بعد اقل من شهر ولا حاجه يمكن شهر مواجهه مهمه جدا في دوري الابطال، فلازم جدا يعني فتره التركيز دي تزيد شويه، ولازم طبعا جمهور الاهلي يدعم اللعيبه، لان ده المعروف عنهم انه هم معودين على الفوز زي ما احنا قلنا. لا طبعا معودين، وكمان الجماهير خلينا نتكلم بكل امانه، في جزء كبير جدا جدا من جماهير النادي الاهلي واعيه للكلام اللي اتقال يمكن خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا، واعيه بالظبط ايه اللي كان بيدور حوالين النادي الاهلي. مكسب امبارح يمكن كمان اقنع الجماهير لا ان احنا فعلا بنقفل على نفسنا كويس قوي. وخلي بالك يا سام دايما يعني كنا ممكن نجيب جون في الشوط الاولاني والمباراه تخرج فنيا قليل، مش هتكون في الثقه ديت، مش هيكون في فرحه الجماهير دي، فربنا كمان كاتب ان لا المباراه التوقيت. تفضل معلقه للدقيقه 90 لان الفرحه بتبقى كبيره، ان كمان الثقه بتكون اكبر انك بتتعادلوا في الدقيقه 90 دوت انت بتشتغل عليها. فعايز اقول لك ان جماهير النادي الاهلي فعلا يعني عندها ثقه في لعيبتها كويس قوي، جماهير النادي الاهلي حتى اخر لحظه بالظبط جماهير النادي الاهلي عارفه كمان ايه اللي ناقصنا. وخلينا برضو اتكلمت نقطه في المقدمه ان ساعه ما بنتغلب انا بحس ان الناس يعني بلغه الكوره كده بتموت الفرقه، فده مش مطلوب. وانا كمان بقول ساعه المكسب كمان مش عايزين نعلي قوي الريتم، ان احنا كسبنا مباراه مهمه جدا لكن كان في اخطاء، الاداء في الشوط الاول ما كانش اداء مناسب. كل اللي مفرحنا ومفرحني انا ان بدات اللعيبه تحس بعد ما لعبوا 10 لاعبين لا ده احنا رجعوا اكنهم بيلعبوا 14. أيوة صح. فالمطلوب صح. من اللعيبه انك لازم تبدا كده، يعني النادي الاهلي كان دايما متعود بدايته مع بدايه المباراه بيبدا زي ما بدا وبعد ما لعب 10، فان شاء الله الفتره اللي جايه نشوف الروح ديت من اول دقيقه باذن الله، وتعالى تاني وتاني. احنا مش ما وقفناش، احنا فعلا قفلنا باب، هنفكر في اللي بعديه لانه اللي بعديه اصعب.